هو وصول اليمين المتطرف أو تعزيز مواقعه في المؤسسات السياسية الأوروبية هو نتيجة متوقعة، وهو مجرد تعبيرة كمية لتصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة. ولو أنه إحنا نعتبره في المنتدى أن السياسات الهجرية الأوروبية ككل هي سياسات متطرفة، وهي سياسات معناها تستهدف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لكن وصول القوى اليمينية المتطرفة اليوم للبرلمان الأوروبي سيعزز المقاربات المعادية للمهاجرين واللاجئين في فضاء شنغن. بالنسبة للتوانسة بالطبيعة تعرف أنه عديد الدول اتخذت إجراءات تقييدية ضد المهاجرين الموجودين على أراضيها، والهدف الأول هو فرض مزيد التعاون في مسألة إعادة القبول أو طرد المهاجرين غير النظاميين التوانسة اللي قاعدة تتم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، مش تولي موجودة على كل الفضاء الأوروبي، إضافة إلى وضعية حتى المهاجرين التوانسة النظاميين غادي اللي باش يكونوا محل تشديدات كبيرة من خلال التقييدات اللي قاعدة تصير على مسألة الإعانات الاجتماعية للمهاجرين، مسألة التجمع والتجميع العائلي، مسألة وضعية القصر وغيرها من الإجراءات اللي تستهدف التضييق على المهاجرين الموجودين في فضاء شنغن، واللي خلي وضع حتى اللي موجودين في وضعيات نظامية فيهم نجم يكونوا مهددين في أي لحظة بالخروج إلى وضعية غير نظامية وبالتالي اضطرت إلى البلاد التونسية. واضح أنه جورجيا ميلوني نجحت في فرض مقارباتها على دول الضفة الجنوبية من خلال الاتفاقيات اللي عملتها سواء مع تونس ثم مرت إلى لبنان، مصر، ليبيا، موريتانيا، وشيدت ما أشبه بجدار تقريبا على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وسوقت ذلك للناخب الأوروبي بمعية حلفائها في البرلمان الأوروبي. من ناحية الأرقام لو قارنا بسنة 2023 صحيح هناك انخفاض كبير، لكن الأرقام هي نفسها مقارنة بسنة 2022 وسنة 2021، وبالتالي عملية الانخفاض هذه هي نسبية وهي دعاية تستعملها ميلوني، لكن ذلك لا يمنع أن ميلوني نجحت في هذه الفترة الوجيزة من خلال التعاون الوثيق اللي قامت به خاصة مع تونس في فرض مقاربات اعتمدت على مسألة الصد بالوكالة واللي يقوم به الجانب التونسي، واللي خلى وزير الداخلية المقال يتحدث على أكثر من 50,000 تم إرجاعهم بالقوة إلى البحر، في حين أنه مثلا الحرس الوطني يتشبث برقم إلى حد الآن في حدود 21,600. هذا يبين أنه كانت هناك من خلال الشراكات كان هناك تعاون وثيق، رغبة من دول الجنوب معناها في تطمين ما يسمى بالجار الأوروبي من خلال عمليات الصد هذه بالقوة، وبالتالي ميلوني استغلت ذلك في الانتخابات الأوروبية وتم تسويق هذه الاتفاقيات بأنه الحل السحري لأزمة الهجرة. هو واضح بعد الإقرار الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا رغم الطعون اللي تم قبولها في مرحلة أولى، فإنه الاتفاق هذا على قدم المساواة، القدم اللي معناها الإنجاز. من شهر سبتمبر معناها المراكز هذه باش تدخل حيز التنفيذ في ألبانيا، تقريبا دوز مراكز بطاقة استيعاب في حدود 36,000 طالب لجوء. الهدف هو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أزمة الهجرة. المصادر الخارجية هذه تمثل مثلا في تونس من خلال دور الحارس، وألبانيا دور المنصة للفرز وإنزال المهاجرين. باش نشوفوا في شهر سبتمبر باش يتم نقل كل الواصلين إلى وأغلبية الواصلين إلى إيطاليا إلى هذه المراكز تمهيدا لدراسة مطالب اللجوء نتاعهم أو القيام بعمليات الإعادة القسرية إلى بلدانهم، وهذا راه نجم يشمل الجنسية التونسية. ولو أن المسار غير واضح إلى حد الآن باعتبار أن إيطاليا تصنف تونس كدولة آمنة وبالتالي لا يمكن قبول مطالب لجوء لمواطنيها، لكن نجم نشوفه أيضا حتى الجنسية التونسية يقع نقلها إلى أماكن الاحتجاز في ألبانيا تمهيدا إلى إعادتها في مرحلة ثانية إلى تونس. واضح أن هناك توافق تام بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في المقاربات المتعلقة بالهجرة، هذا شفناه حتى في الخطابات وأثناء لقاءات المسؤولين. شفنا التصريح الشهير لرئيس الجمهورية حول جورجيا ميلوني بأنها تقول ما تفكر به، ونعرفه للأسف تصريحاتها العنصرية خاصة ضد المسلمين في 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 إيطاليا. هذا التوافق شفناه في مذكرة التفاهم، وشفناه في نجاعة التعامل الأمني والتعاون الأمني بين تونس والجانب الإيطالي. تعرف أنه جورجيا ميلوني اقترحت على تونس أيضا مخطط جديد هو ما يسمى بمخطط كايفانو، واللي يقوم على تدعيم التعاون الأمني مقابل المساعدات الاقتصادية، وهذا نشوفوه في زيارات اليوم لتاع المسؤولين الإيطاليين من مختلف
معناها الاختصاصات اللي قاعدين يجوا لتونس، وايضا نشوفوه في المستوى التعامل الامني بين الجانب التونسي والجانب الايطالي، ويخلينا حتى لبعض المعطيات والارقام نطلع عليها بالجانب من طرف الجانب الايطالي، وحول تونس الى لاعب رئيسي في مساله حراسه الحدود الاوروبيه. تعرف أن جورجيا ميلوني صرحت أن الجانب الإيطالي سيتولى تقنياً إدارة مثلاً ملف تونس في علاقة بتحديد منطقة البحث والإنقاذ، وهذا يعني أنه كأنه حتى إدارة الملف الأمني على طول السواحل التونسية أصبح بيد الجانب الإيطالي على مستوى التدريب، على المستوى اللوجستي، واليوم نشوفوه حتى على مستوى التنفيذ. أولاً نحن في سياق ما يختلفش بين دول الشمال ودول الجنوب، هناك صعود للتيارات معناها المعادية المهاجري تحت شعارات السيادة، وهو ما نراه أيضا في تونس تحت شعارات حماية المجتمعات المحلية، حماية الهوية الوطنية، التصدي لما يسمى بخطر المهاجرين، وهي شعارات يتم تقاسمها بين الجانبين. لكن زادة نعرف أنه مسألة الهجرة والعوامل الدافع لها ما قاعدة تتعمق، ونعرف أنه في معناها التوقعات المستقبلية أنه حركة تدفقات المهاجرين ستتعمق في دول شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء نتيجة عدم الاستقرار السياسي، نتيجة التغيرات المناخية وغيرها، وبالتالي الجانب الأوروبي يحاول يستبق كل هذه المتغيرات لتحويل دول العبور إلى أشبه بمراكز حدودية متقدمة، أشبه بأماكن لصيد المهاجرين وإدارة أزمة الهجرة بعيدا عن الحدود الأوروبية. أعتقد أن الجانب الأوروبي نجح في ذلك. الأزمة اللي تشوفوها اليوم في جبنيانة والعامرة وفي تونس هي جزء من مخطط أوروبي لنقل الأزمة إلى دول العبور، ودول العبور كما تونس اليوم سيكون عليها التعامل مع هذه الأزمة لسنوات قادمة، وتعامل مع تبعاتها لسنوات قادمة في أزمة لم تكن هي تختارها ولم تكن طرف فيها إلا بالإدارة السيئة اللي قاعدة تقوم بها. إلى متى السلطات التونسية ستواصل التعامل بمثل هذه الطريقة من خلال دفع المهاجرين إلى غابات الزيتون أو عملية الطرد على الحدود وغيرها؟ هذه كلها رأي حلول ترقيعية ما تنجم كان تساهم في وصل صورة تونس بالبلد المنتهك لحقوق المهاجرين. احنا اليوم دائما طالبوا بسياسات وطنية تحمي حقوق وكرامة المهاجرين وتنطلق من أولويات وطنية تونسية، وتنظر بأكثر إلى الجنوب أكثر منه إلى دول الشمال.